في ظل الظروف الاستثنائيه التي تمر بها البلاد بتفشي فيروس كورونا باشر قسم الشؤون الدينيه استعداداته لشهر رمضان هذا العام بعمل عده برامج رمضانيه خاصه على منصات التواصل الاجتماعي من اجل الاستمرار بالتثقيف ومنع التجمعات. لا شك ولا ريب قسم الشؤون الدينيه في العتبه العباسيه المطهره في كل عام له برامج ميدانيه ولكن في هذه السنه هناك استثناء باعتبار انتشار هذا المرض والداء الذي سيكشف ان شاء الله. هناك لدينا برامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. برامج تثقيفية وتوعوية اعتمدها القسم هذا العام لتنشر على الشبكة العنكبوتية لتصل إلى أكثر عدد ممكن كإجراء احترازي فضلا عن الإجابة على استفسارات الناس مع مراعاة الالتزام بتوصيات المرجعية الدينية العليا. كانت دورها دور فعال في توعية الـ الـ الناس وإقامة المحاضرات وإقامة بعض الأمور التي يجب عليه أن يجب على المكلف أن يقوم بها حتى يدفع عنه شر هذا البلاء. قسم الشؤون الدينية في العتبة المطهرة واحد من الأقسام المهمة لما يقوم به من أعمال على مدار السنة لا سيما في شهر رمضان الفضيل كونه تقع على عاتقه الأمور الدينية وتثقيف الناس بهذا الجانب